يقول السائل: أصبت إنسانا خطأ فخفت وهربت وهربت، ولكني أصبت إنسان أظن بحادث، أصبت إنسانا خطأ فخفت وهربت، ولكني ندمت فرجعت لمكانه أبحث عنه فلم أجده، وسألت فلم أجده، ولا أعرف الإصابة كبيرة أم صغيرة، أم توفي، فماذا علي وكيف تبرأ ذمتي؟ تراجع المرور، تراجع شرطة المرور الذين باشروا الحادث، وتسألهم عن الحادث اللي حصل في يوم كذا وكذا، وعندهم المعلومات، شرطة المرور عندهم المعلومات. سماحة الشيخ، هذا صاحب السؤال قال: قد ذهب للمرور ولم يجد لديهم خبر، فماذا عليه؟ والله إذا كان أنه ذهب إلى المرور ولا وجد خبر عن هذا الحادث، هذا منتهى وسعه، ماذا يعمل؟ عليه بالتوبة إلى الله والتحري عن هذا الحادث، لأنه ربما يتبين شيء فيما بعد، عليه أنه يتحرى، فإن وجد شيء وإلا ما يستطيع أكثر من هذا.